كفائدة سوشن شن أنت يسنكو إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام ولا ليال مرك أوه رئيس إلهي بمهد اسكله إلهي نوف ذذيي خير كئي وناج مر والبآن اسكو شيغينو وحن في رين دونا هدي إلهي رهذو موضوعنا إن لغا فائدة استو فرصة قفك فرصة صوم رئيس إنو كفائدة استو انت أيسان دافن وحان قول لك لغنينا حديثك رسولك صلى الله عليه وسلم. رسولك صلى الله عليه وسلم وحيره اغتنم خمسا قبل خمس كفائدة سشن شن انت يسان كوغو إيمانين شن تاس ايا وحن ربنا انان فيرينو سدا ان وقت وفائدة سنينو شن ترسولك انو حكو شاقي لالين يرلي ماذا كفائدة سو قفك لالين يرى مرور بما اهانايو وفرصة سو مرايسو انت آدم لالين يرلي ماذا كدينين انت آدم لالين يرلي ماذا كدينو آدم دوق نقنين تاس وامد وامد لبات عافيماتك قفك ما انت عافيماتك هايستوى فرصة عافيماتك مرور بما سعنايو مرك عافيماتك اغا كفا اذي سو الهي كسيي انت آذان حنوصنين وحكا لو كمي ده قفك حولها هايستا محاواي مركز تحولها قفك انتو هايستا ما هايستنايو ما انت قفك حولها هايستا بري ما هايستو غاني نمدا ده ايه هانتدا ده كفا اذي سو انت آذان فقير نقنين وحكا لو جرى رسولك صلى الله عليه وسلم او نوشيغي جانسك قفك فراغة ايه جانسك مركو هايستو انو كفا ايديستو انتو اوصان مشغول نقنين تانو قدن بيسوق شنات نولشا قفك مانتا نول بريما نولا نولشا دي وفرصت قالي او اديق اد حيستو الهي كسيي كفا ايديستو انت آدم دمانين مركو وحان فيرينينا ماشا فرصدها اما جانسك قفك او هايستو وحي اوكالا بحان سدح فرصد او مركي اي كودافتو وح عوضة او وح لغو بدلاي آن الاركينين او سيدي اي كودافتا اي تهي وحا كالو جرى فرصد او آن صانو نقونينين عمرقاغا مر ان اي كو اماتا مهانا وحا كالو جرى فرصد او وح واي قفك انت صامرتو او او كفا اذي سنوايو اي دافتو مركا قفك سعيد كاه قفك الليباني وامدك فرصد كفا اذي استي وحواي استعدادنا أسميي معنا فرصة داسي قفك كفائد استي وقفك سفائد لواي وحواي قفك سعيد كالشيغاي أو الليباني وامدك آن ضيعين أو آن اسكبير درينين بير درد وحل إلى ذا تأفتلياني واي مركا مال بي آد كشرتو مال ير أو بيه كسي دينايو أي وحل إلى بير درو معنا وحواي قفك آن اسكبير درينين اما ان اسكبا يعين فرصده وحواي فرصده هرتي ستالة وقفك الليباني وقفك فرصدي سي كفا إذيسته وحواي وحو أبا هاي هاي إنو كأر معناها كأقرته اما أغارسده فرصده سي إنو أغارسده انت أنقف عدك لأيسان فرصده سيرين أساق إنو كفا إذيسته قبل غيري أساق إنان لغا غهر مرين وحالي لاذا فرصده اما جانسك وحالي لاذا لا تتاح إلا مرة واحدة فقط وحال مر أمباق سوماني كارتا فرصة داس أوكالي وحواي الدنيا داني كلها ولن يفوز بها إلا السابقون فرصة داسي دادك السابقين تا أو مر والبابا وحاجرت فرصة دو انت إماتو دادك السابقين تا أو خير ككو نقصد أمباق فائدي سنايا فرصة داسي مر كلانا مصور نقولي سوو هل مر الدنيا دو نن هل مر أمباي تمت فرصة داسنا وحا كفائد استي دادك السابقين تقوم با كفائد استي مالك فرصة داسي وين حدان وحيا الميثال عن سوق عادنا عمران ابن حسين صحابي قال لي رادو الله كان رادو نوضي وحو يري رسولك صلى الله عليه وسلم مالن أسحاب تسوء خد بينايا ايا وحو يري الجنة الالهي وحا قلايا وحواي امد ايضا تدباتا كن او امد ايضا كمدا ايا الجنة وحي قلايا ايضا الحساب ايضا عذاب مرين اي جنة توسع تقايا
قالوا وحي إلى الصحابة ومن هم يا رسول الله رسول كده هي قواسي وأيو قواسي نشك قوة تدبات تنك كن والربان سابقين تاسي وحوى خير كن نخسر أيهين قواسي نشك يا أهيان رسول صلى الله عليه وسلم التلمان بوكو شيري قوة أسبابه وحوى عافمات هالنقطه أسبابه وحك استبا انت اسكتنا فين وحوى مثلا قفك هدوح نصدو ولا دوايا ولا غطفة وحيابا لغسمايا أي قواسي تلا أسبابه هديح نصدان أسبابه وحك استو لغو غاراي أو دن وإسكتنا فين مالا إسكتنا يعني ربي قودي تلا سارنا يعني معنى مثال وحكسو قاتي لا يقتون ولا يقتون معناها من اس من من اسقبا يعني معناها ان قبنا ما دحايان دبنا قد جي ما دحايان وعلى ربي يتوكلون لمن كاس الساسه ايات تضباتن كن ساس ويتلمان تودا اسلم مركي بني صحابه كميد عكاش ليراد ايا استاغي مركاسا و خير صحابي ادعوا الله لي ان يجعلني منهم وفرصت واركي واي اسلم مركي إن عدك كغفا إذا سنة كغفا مرنا أيو قوان صدي رسولك إلهي وإلهي إبري إنو كواس إلهي إغدره رسولك صلى الله عليه وسلم وحير أنت منهم أذيغنا كواسات كم التحيب يقول رسولك نين كلا إستاقي ووحوا الفرصة دي لغفا إذا استي أسينا يان لغا غفر من اللو يري قل بعد نقو مركاس وحير أسينا يا نبي الله نبي إلهي أدعو الله لي أن يجعلني منهم إلهي إبري إنو كواس إغم الدقو رسولك صلى الله عليه وسلم فرصة داسي حال أمبيهد رسولك في السباقة كبها عكاشة فرصة داسي حال كفائد استي عكاشة كفائد استي مركب فيرك مركب فيري وحواية وفرصة الدنيا مرء صامرتي عكاش أمباقاتي مركب أنا مئمانيسو فرصة وحجرته أوين فرصة داسي وفرصة أدوين واي والدنيا تمد وحاية تاسي وجنة إلهي إلا قلو وفرصة قالي أواي حتى قفك أصور الحسابين مع الحسابته قفك هدي الحسابيه من حوصب عذبا رسولك صلى الله عليه وسلم قفك الحسابي والعذابي حساب الآن وحواي حساب الآن أصور الحساب الجنة إن أتقشاي وفرصة أدوين واي ما يسنسون النقنين وحواي بعدها فاز بها متسابق وحا كل باني ننكي متسابقة هترتمعي صحابي قاسي صحابي كلي أي فرصة سهلي تاس أسايا قول كاسي دليي عكاشة ابن محسن رضي الله عنه تاس وامد واي مركا صحابة مركا أي ربان إنه كفا إذستان مباشرة فرصة داني أو عكاشة هلي إنه أيغن كفا إذستان نبي قنا أي والصلاة صلى الله عليه وسلم إنه محنكو رهذا وحي عكاشة هلي إنه هلان جوابت من النبي صلى الله عليه وسلم محور هاي وفرصة الدنيا هل كاسمان وصامر تهد سبقك بها عكاشور عكاشة كاهر مريب يريد ومع شدة الأسف ضاعت الفرصة للمجرد أنها تأخر عنه لمجرد ثوان معدد مركة وحان في رنين مركة فهل من مشمر للجنة جنة نوعا سجنة سي أو فرصة سي قالها مجرى قف أحن جرسنا ونحن أحرنا من وجرا تاسي هرتو وامد واي وحا جرت فرصد او دادك او دن اي هلايان فرصد واي فرصد متاحة لجميع الناس دادك او دن بي فرصد اس هلايان ولكن وقت اللي هلاي صواب قوما واي تي هروان سوء غاني تان دادك او دن واي هلايان لكن قوما اللي هلايان فترة اما حلي او حددن هيا اللي هلايان بعد ذلك وحوا يفقدون تلك الفرصة dadka fursadaasi way dhaafaysa fursadaasi way dhaafaysa oo macnaheedu waxa waaye fursad oo dadka oo dhaan taas hal fursad ahayd taasi waxa ahayd hal fursad fursadaasi waxa waaye way dhaaftay fursad waxa jirta oo dadka oo dhan soo wada mareysa waxa waaye haddana fursadi way dhamaanaysa waxa waaye wayna tagaysa هرتوا لدامسة في رحلة ذهاب بلا عودة ورحلة أوقفك وآدايو وأصندب أسرنا قرينين إلى يوم القيامة وحنشيغ دونا الحمد لله تاس وحواي وحيابو فربضا باجرة أوقفك إنو كفا إذ استلغبو مالك وحاجرت فرصدة وآنك شاكين دونا
si uu qofka uga faa'iidaysto dadka dhana ka faa'iidaysan kara fursadaasi maxay tahay waxa waaye an kaanat maa zaalat fii aydiina waxa waaye gacantaan ku haysanaa maanta waan wada haysanaa wa cala alaqal macnaha dadka intooda way haystaan nastathmiru alfuras alatii maa zaalat fii aydiina walam nafqudha ma aanan weynin dadka oo dhan fursadaasi way soo wada maraysaa fursadaasi laakiin hadday marku daysana dib dambe u arki maysid ilaa qiyaamada annagoo dhanna waan haysanaa ma ka faa'iidaysan karnaa waay fursadaasi xadiiska rasuulka nooga sheekay sal allahu calayhi wasalam fursadaasi marka maxay tahay cabdullaahi ibnu cabaas asagii aabbiisba allah ka raaday rasuulka sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi iqtanim khamsan qabla khamsin shan ka faa'iidayso shan intaysan kugu imaanin waxa waaye qof kastana way soo martay laakiin hadday mar ay ku dhaafto aysan soo noqonayn shanta waa dhalinyarnimada qofka intu uu dhalinyarnimada uu haysto waa fursad qaali ah waay intu uusan duq noqonin oo waayeel noqonin oo haram noqonin inuu ka faa'iidaysto caafimaadka waa jaanis oo la haysto inta aadan xanuunsanin hodantinimada ama lacagta ama xoolaha qofka uu haystana waa fursad inta aysan dhaafin uusan faqiir noqonin jaaniska iyo faraaqada qofka uu haystana waa fursad inta uusan mashquul noqonin noloshana waa fursad oo qofka uu haysto inta uusan dhimanin marka sidaas marka markaad soo fiiriso oo aad isku soo ururiso waxa waaye maxaan ku irahdaa shantaasi waay marka waxaan rabaa qof kastaba inuu ka faa'iidaysto fursadaasi oo qaaliga ah maxaa yeele qofka wuu haystaa koo waxaan fiirinaynaa dhimashada waxa waaye qofka markuu dhinto maxaa yeele ruuxdii ku jirtay markii ay baxdo waxa waaye qofka uu saaran yahay calaa firaashi almowt geerida macnaha sariirtii geerida uu saaran yahay macnaha qofkaasi waa dhintay soo maaha ama sakaraad waay nafti ayaa ka socota firaashi almowt ama nafti ayaa ka baxday qofkaasi waa la dhaqayaa waxa waaye fursadii way dhaaftay oo noloshii fursad fursatu lxayaat qof kasta ay soo martay waxa waaye waxawaaye wuu dhintay qofkii waa la dhaqayaa waxa waaye nafsadiisii ma awoodi karo waxa waaye waxna ma tari karo xataa yastatiica an yastira cawratahu xataa awood uma leh inuu cawradiis asturto fursadii nolosha ah oo xataa cawradiis uu ku asturan karay ma haysto waa la dhaqayaa cawradiisa ma waxa waaye waxaa lagu duduubay kafan waxaa la dhigay nacashkii ayaa la dhigay waxa waaye waa la qaadayaa waxa waaye raggii ayaa qoorta ku qaadaya in salaatu ljanaase lagu soo dukado ayaa loo wadaa wa bacdaha yuxmalu ka bacdi waxaa loo waraa raggii way wadayaan ilaa qabrigiisa ay ku duugaan waayahay fii kulli haadihi lmaraaxil wa bacdaha marxaladaani iyo wixii ka dambeeyaba waxa waaye waa fursadii nolosha way dhaaftay wax uu asaga awood uu leeyahay uu qabsan kara ma leh hadduu qabaysan jiray waa loo qabaynayaa hadduu maxaan ku irahdaa dhar xiran jiray cowradiis asturan jiray waa loo asturayaa wax uu haysta ma leh marka qofkaasi muxuu tamaninayaa marka waxaan hadda annaga haysano nolosha hadda aan ku jirna ayuu tamaninayaa in adduunyada mar uun loo soo celiyo waxa waaye kadibna waxa waaye inuu camal saalixa inuu la yimaado oo uu dukado salaada hadda qaarkeena dadkeena qaar lagu kari la-yahay inuu dukado ayuu tamaninayaa soonka ayuu tamaninayaa qur-aan inuu akhriyo ayuu tamaninayaa inuu ilaahay xuso ayuu tamaninayaa waxa waaye waalidkiisii inuu baari u noqdo ayuu tamaninayaa qaraabadiisa inuu xidhiidhiyo ayuu tamaninayaa dembiga inuu iskaga maxaan ku irahdaa inuu owlaadiisa uu barbaariyo ayuu tamaninayaa tarbiyo wanaagsan inuu dadka ilaahay diintiisa ugu yeero ayuu tamaninayaa macruufka inuu dadka u sheego ayuu tamaninayaa munkarka inuu dadka ka reebo ayuu tamaninayaa wuxuu kaloo tamaninayaa nafti way dhaaftay inuu dunuubta iyo xumaanta uu hadda uu ku jiro waxa waaye uu ku jiray inuu ka tago ayuu tamaninayaa waxa waaye inuu ilaahay u toobad keeno ayuu tamaninayaa inuu toobo nasuxa la yimaado marka waxa waaye falaa yanduru ilaa xaraamin wuxuu tamaninayaa inuusan xaaraan fiirinin oo uusan xaaraan cunin waxa waaye uusan xaaraan cabin ayuu tamaninayaa oo uusan dadka uusan kula macaamilin oo ilaahay uusan kula macaamilin wax uu ka caroonaayo marka waxa waaye tamani waa marka fursadaasi marka annagoo dhan waa wada haysanaa waa fursatu lxayaat waay nolol waay qofka markuu nool yahay fursad qiima leh ayuu haystaa fursadaas hadday ku dhaafto mar dambe kugu soo noqonayso marka qofka
waxyaabo badan buu markii ay nafta ay ka tagto oo uu dhinto oo uu godka uu galo intaan hadda aan sheegnay oo adduunyada intaan joogno oo aan qabsan karno ayuu tamaninayaa mana awoodi karo. Marka fursadaasi qof kastana wuu haystaa, haddii aad ka faa'iidaystana adiga haye hadhow ka faa'iidi doona, haddii aad ka faa'iidayso weysana hadhow waad ka shalaynaysaa, noloshaasina mar haddii ay ku dhaaftana dib lagugu soo celin maayo. Haddii aad wax kasta oo aad sheegtana ma soo noqonaysid. Marka waxa waaye fursadda qaaliga aan haysano oo shantaasi fursadood ay ugu weyn tahay noloshaada ka faa'iidayso inta aadan dhimanin. قيبتان انت سأيام كجو جنينا إلهي أنه أنفع. هذا وبالله التوفيق، والله على ما أقول وكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.